بك أخ يوسف ياسين عن جريدة فريدة ميديا. أعتقد لي الجمعية تتحدث عن النساء وفريدة. نحن اليوم كجمعية ننظم محاكمة رمزية للعنف تحت شعار من أجل قانون يحمي ويقي المرأة ويضمن عدم إفلات من العقاب. جاءت هذه المحاكمة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 2 مارس من كل سنة. بالطبع يوم الأم، عيد الأم، وبالطبع يوم الشعر اللذان يلتقيان في نفس اليوم، بالطبع هو 21 من شهر ماري. على المستوى المحلي الوطني ولما لا حتى على المستوى العالمي، الذي نطلب من خلاله جميع هيئات المجتمع المدني من فاعلين حقوقيين سياسيين ولما لا حتى النقابيين للتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت متفشية في الآونة الأخيرة. يتمحور دور هذه الخلايا المحلية في وضع خطى واضحة ومتسقة ومتكاملة لتكفل بقضايا النساء مرورا بكافة المراحل، بدءا من مرحلة البحث التمهيدي ونهاية إلى مرحلة التنفيذ على حسب الحالة. وتضع هذه الخلايا منظورا تكامليا ورؤية تشاورية مع باقي القطاعات المهتمة بالحق الحقوقي التي تقدمها. وضع نسعى أكثر إلى وضع استراتيجيات وآليات للحد من هذه الظاهرة.